ام محمد اهلا بيكي. السلام عليكم عليكم ورحمه الله السلام يا وبركاته. حبيبه قلبي، اتفضلي. الله يخليك يا رب. معلش انا ليا سؤالين. الاول اتفضلي. انا دلوقتي، هو التبرع بالاعضاء حرام ولا حلال؟ انا هدي لابني، هتبرع له بكلى، فده حلال ولا حرام؟ ده السؤال الاول. التاني. السؤال التاني من فضل حضرتك، انا دلوقتي الشركه بتاع بابا هتبقى يعني هتحط له مبلغ، وانا معايا مبلغ، وفي مبلغ تاني هاخده، بس يعني الست دي ست هي بتدي فلوس وعليها يعني عليها فلوس زياده اللي هي بالربا. كأنك هتستلفي من واحده، يعني بالظبط هتستلفي من كده، واحده بس بفوائد. طيب بفوائد 50%، تمام. يعني انا بصرف ايوه دي 10,000، هي عايزه تاخدهم 15، ده تمام. برضه حلال ولا حرام؟ انا خايفه ان انا اخد المبلغ ويجرى لي حاجه في العمليه ما اقدرش اسده، فانا هنا ربنا يبقى حسابي، وخايفه احطه اصلا في العمليه وربنا ما يباركليش فيها. طيب سيبي نمرتك يا ام محمد، والف سلامه على ابنك يا حبيبتي، الف الف سلامه. طبعا الصوره اللي بتسال عليها الحاجه ام محمد هي كانها ابنها مريض، فهي تتبرع له بكلى، لا مانع من هذا، لانه ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن احياها، يعني احيا النفس الانسانيه، فكانما احيا الناس جميعا، فهي بتعمل عمل صالح ولا اثم عليها في ذلك، ولها ثواب عند الله سبحانه وتعالى. المساله الاخرى مساله الاقتراض يعني بفائده، يعني وقعت في ظروف عايزه تقترض 10,000 والست تستوفيهم منها 15,000، بنقول لها لا ينبغي ان تفعل ذلك الا اذا كانت مضطره. يعني الشرع جاء بتحريم اخذ فائده على الدين، وسيدنا النبي يعلمنا كل قرض جر نفع فهو ربا. فالقرض اللي هتديه لها الست ده عشان خاطر الفايده اللي هترجع عليها وهي 50% زياده، لا ينبغي أن تدخل في هذا التعامل راغبة، يعني بقدرتها، لكن لو غصب عنها ولو هي في حالة اضطرار يبقى الضرورات تبيح المحظورات. احنا معانا أسئلة كتير. تقيدها بالضرورة، يعني لا تأخذ إلا في حالة الضرورة، وتقيدها بقدر ما تحتاج فقط. احنا عندنا أكتر من سؤال كلهم في نفس موضوع الحسد، يعني نفس الكلام مع اختلاف نفس الفكرة مع اختلاف ان كل واحد ظروفه غير التاني. تمام. مثلا نور، رباب، كله يعني كل واحدة مثلا حاسة ان هي هتموت، عندها كل شوية تخف من مرض تخش في مرض. ليليان مثلا جوزها حاسة ان هي اتحسد فجوزها عيان فوقفت دراستها، وحد عندها نزيف على طول مستمر، تخرج من نزيف تدخل في نزيف، كلهم حاسين ان ده نتيجة حسد، نهى، حاجات كتير. يعني كلهم كتير قوي كاتبين نفس الفكرة مع اختلاف الظروف. احنا عندنا مشكلة ثقافية تعليمية. الأسئلة المتكررة بهذا المعنى بتقول كده. يعني المجتمعات الغربية مثلا، الإنسان بيتربى فيها في التعليم على أنه يكون ذو شخصية قوية. يعني لما يحصل له مشكلة تعثر تعليمي على طول يحول مساره ويشتغل في مكان تاني، أو يتجه نحو العمل الحر. تكرار مثل هذه المسائل يدل على أنه في مشكلة في التعليم والتوجيه، يعني في التربية التربية والتعليم والتوجيه في قصور في الحتت دي، وبالتالي بتتكرر مثل هذه المسائل. الأسئلة. طيب الأسئلة، يبقى الحل إيه؟ مش ليس وجود النزيف دليل على الحسد، ربما كان وجود النزيف دليل مرض، واللي عندها نزيف تروح للدكتور فورا عشان يديها أدوية توقف النزيف ويشوف سبب النزيف إيه فيتجنبه فما يحصلهاش نزيف. اللي بتكمل دراستها وزوجها عي وراحت موقفك تكمل دراستها عشان زوجها عي، ده ملوش علاقة بده، نشوف زوجها عي بإيه ونروح نعالجه وتكمل دراستها زي ما هي بتكمل، وربنا يكرمها وزوجها يخف وكمان هي تكمل دراستها وتنجح في حياتها. اللي شايفه ان جيرانها بيبصوا لها بصه وحشه وبالتالي هي بيحصل لها مشاكل، تتجنب جيرانها اذا كانوا مؤذين ونظرتهم وحشه، وفي نفس الوقت تتجه في حياتها نحو العمل والتقدم وهكذا. يعني مش عايزين يا جماعه الحسد او فكره ان انا رؤيتي للحاسدين او اعتقادي في ان انا محسود يمنعني عن التفوق والتقدم والعمل والنجاح وهكذا. والدنيا واسعة، عايزين الناس تتحرك، يعني ده يروح ويشتغل هنا وهنا وهنا، ايه المانع يعني ان هو اتفصل من الشغل ده فيروح يشوف شغل تاني وتالت ورابع؟ ايه المانع انها عندها مشكلة في الاتجاه ده في التعليم فتتجه اتجاه تاني؟
الشخصية القوية بتزيل الحسد، الشخصية القوية بتزيل العين، وهكذا. أنا بشكر حضرتك جدا في نهاية حلقتنا، وربنا يحمينا ويكفينا كلنا شر العين والحسد. أمين يا رب. أمين يا رب. بشكر حضرتك. ويعطينا شخصية قوية قادرة على التغلب على متاعب الحياة والنجاح في الحياة يا رب إن شاء الله.